بالتأكيد هناك خيبة أمل. وليد مهاجري موفد النهار إلى هناك سيعطينا الأجواء. مرحبا بك وليد، تفضل. مساء الخير لضيوفك الأكارم في البلاتو، مساء الخير لكل مشاهدينا الذين يتابعوننا لحظة بلحظة سواء داخل أرض الجزائر أو خارجها. بالفعل خيبة كبيرة، خيبة أمان للأنصار المتوافدين آلاف كيلومترات هنا إلى مدينة بواكي. لن أطيل، ربما سنعطي الكلمة للمناصرين. سيدتي وش رأيك المقابلة وأنت اللي حضرتيها لي؟ والله مساء الخير عليكم. اولا ما كانتش خيبه امل كبيره، كان الشوط الاول مليح، لعبوا مليح، فرحونا، كان الهدف الاول الله يبارك. الشوط الثاني كان شويه معليش، حنا مازال عندنا امل ان شاء الله، مازال له بزاف مباريات. ونقول لهم وان تو تري في فالجيري، تحيا الجزائر، وان شاء الله الكاس هذا العام لينا ومازال عندنا فرص ان شاء الله. ميرسي. معنا ايضا سيده اخرى، ربما نعطي ايضا الكلمه لحرائر الجزائر ومناصرات المنتخب الوطني. سيدتي اليوم كيفاش شفتي لاعب المنتخب الوطني؟ كما قالت الشوط الاول كان هايل، بصح الشوط الثاني حسينا شويه الفشل، حسينا بالعياء وشويه جو سي با بالك سيغتان لعبوا دوت كومبيتيسيون كانوا عيانين، مي ان شاء الله بالك التشكيله تكون ديفيرونت بروشان ماتش. اون توكا المناصرين رانا هنا ما راناش معولين نروحوا، اون سوتيندرا جوسكا لا فان اي وان تو تري في فالجيري. نروح الأنصار، يعني اليوم ربما أنتم تنقلتوا لآلاف الكيلومترات اليوم، كيفاش عشتوا المباراة؟ مباراة كبيرة، أنا كنت متخوف، أنا كنت متخوف